انا رايح البرنامج اتكلم عن برضو اللي قالوا ان هناك اخطاء تاريخيه دي. اقول يا جماعه قولوا لنا ايه الاخطاء بقى وانا هرد، دي ملعبي يعني. فلما دخلت انا اتعصبت، قلت لهم مش انا قايل كذا كذا، دي ابوها متبري منها، وده حصل معايا يعني، وكان في شهود عايشين. لكن اللي اسعدني بقى واللي ما حصلش تسليط الضوء عليه، انه بعد عرض المسلسل الجمعية التاريخية المصرية، ناس كتير ما تعرفش ان في حاجة اسمها الجمعية التاريخية المصرية، فيها كل اساتذة التاريخ في مصر، قسم تاريخ كلية اداب جامعة عين شمس، الاثنين الجمعية والقسم عملوا لي محاضرة، قالوا لي تعالى قول لنا ازاي عملت مزج ما بين الواقعية التاريخية وبين قصة نجيب الريحاني. اربع ساعات يا جماعة قدامي اساتذة، اقل واحد فيهم جزمته مش 100,000 ناقد من بتوع السوشيال ميديا، اللي واخد دكتوراه من السوربون، واللي واخد دكتوراه من انجلترا، اساتذه كبار على عيني، اساتذه علماء. ففي النهايه انا عيطت ان الناس يقفوا ويسقفوا لي ويدوني شهاده نشكرك، انا هصورها لك وابعتها لك وزعها لي في الحلقه، اشكرك نشكرك نحن كذا كذا كذا، نشكرك على ان انت توخيت الحقائق التاريخيه في تناولك لمسلسل نجيب الريحاني. اصل ممكن تبقى ازمه ايه؟ لان انا كان عندي مراجعين تاريخيين. فانت سفل. لا أو ممكن ترجع تقول لي هو رئيس الوزراء مات ولا اغتيل بعربيه حنطور ولا عربيه موتور؟ ليه تفرقش؟ لا تفرق، لا تفرق، انا معايا تفرق، انا عامل 6 اعمال تاريخيه و30 حلقه لصوت القاهره للاطفال عن شخصيات تاريخيه، وانا لسه صغير، ده انا عامل، بقول لك انا التاريخ ده عشقي. انا ممكن اقعد اكلمك في تاريخ مصر منذ ان وجدت مصر حتى اليوم، ممكن اكلمك 30 اسره فرعونيه عصر عصر. ما عنديش مشكله، مذكرات زعماء العالم كلهم تقريبا انا قاريها. فانا مش، انا اسف ان انا بقول انا، بس انا اكتر مؤلف عربي قاري تاريخ. ما انا كنت اظن ممكن ما حدش يجي يناقشني اعتقد ارى معلومه ممكن تكون معلومه، لا صح، هو بس هو ما يعرفش ان المعلومه، لا يطلع بقى بالظبط يعني. انا مثلا ايه، ممكن انت تقول لي معلومه انا مستقر عكسها في عندي، بس دي ليها مصدر، ليها مصدر بالظبط. فانا ايه، مش ههاجمك، هاجي اقول لك ايه استاذ جمال، حضرتك مصادرك ايه او قريت المعلومه دي فين؟ وبتحصل معايا كتير جدا بادب شديد، انها مش هقول لك يا اللي زورت يا اللي خرفت يا اللي كذا، في ناس قالت الفاظ ما اقدرش يعني. بس فانا كنت سعيد ان الجامعات التاريخيه ادوني بعد هذا الـ 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 انا يعني 25 سنه تقريبا او اكتر بتعاطى مع الدراما التاريخيه يعني. ما وبعدين انا عندي برنامج لاكتر من 20 سنه بعمله في رمضان اسمه الحكواتي، قايم على التاريخ. فانا مكتبتي فوق، مش عايز اقول لك يعني 90% تاريخ، بعشق التاريخ ويوميا بقرا التاريخ، يكاد يكون يوميا، والمذكرات وسير ذات يعني بحب ده. وانا كان صديقي استاذي الاستاذ جمال البدوي، ده تاريخ ماشي على رجلين يعني 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 يعني، ده اكتر واحد دخل مع يعني محمود السعداني ما قدرش يصده في السجال ما بينهم، وواحد سعداني صليط اللسان يعني. وغيرهم يعني. فالحمد لله التجربه برضو في البعض اساء واهان، لكن انا استفدت.